السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة النهاردة هنعرف ازاي كانت تتكاثر البشرية، وازاي كان شكل رحم حواء عليها السلام، وازاي كانت تنجب توأم في كل مرة. وكمان في قصة النهاردة هنعرف بالتفصيل أول جريمة قتل حصلت على وجه الأرض وإيه كان سببها. تابع معايا. لحظة واحدة يا صديقي، يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو. تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأدخلنا جنة النعيم، وأسكننا فيها مع الحبيب يا رب العالمين. إزيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. في قصة النهاردة هنعرف إزاي كانت حواء بتنجب توأمين في مرة واحدة، وإزاي كان شكل رحم حواء عليها السلام، وكيف تتكاثر البشرية، وكيف يتزوجوه، وإزاي قتل قابيل هابيل، وإيه كان السبب. دلوقتي إزاي كانت خلقة حواء عليها السلام، وإزاي كانت تنجب. كانت خلقة حواء عليها السلام مختلفة تماما عن باقي النساء اللي نشوفها في زماننا هذا، كانت عجيبة جدا. يقول أهل العلم أن حواء كان لها رحم مفصول إلى قسمين، قسم تحمل فيه ذكر والآخر تحمل فيه أنثى. ففي كل مرة كانت تحمل حواء عليها السلام كانت تحمل فيه توأمين، يعني كانت تحمل في ولد وبنت ويعتبرون إخوة. طب إزاي كانوا يتكاثرون؟ هل يجوز أن يتزوج الأخ من أخته؟ يقول أهل العلم أن شريعة آدم عليه السلام كان حرام أن يتزوج الأخ من أخته اللي من نفس البطن، يعني حواء عليها السلام تلد أنثى وذكر في كل مرة، والأنثى والذكر دول هم إخوات وحرام عليهم أنهم يتزوجون من بعض، وكل ذكر يتزوج من أنثى من بطن تانية. يعني مثلا حواء عليها السلام أنجبت في بطن أنثى وذكر، والأنثى والذكر دول هم من بطن واحدة، ودول حرام عليهم أنهم يتزوجون من بعض، ولازم أنهم ينتظرون لحد ما حواء عليها السلام تلد أنثى وذكر من بطن ثانية علشان يتزوجوه. أنا عارف أن الموضوع معقد شوية، بس أتمنى تكون فهم. وقعدوا على هذا الحال حتى تكاثرت البشرية وصار في أنثى، ومن اللي أنجبتهم حواء عليها السلام هما إخوات اسمهم قابيل وهابيل، وهم من بطون مختلفة. أغلبكم يعرف هذه القصة ولكن لا يعرفها بالتفصيل. فقابيل كان من بطن وهابيل كان من بطن تاني، فكان قابيل أكبر من هابيل، ولكن كان هابيل أقوى من قابيل وأذكى عقلا. المهم إن قابيل وهابيل انعجبوا ببنت واحدة تعتبر أختهم من بطن تاني، يعني عادي إنهم يتزوجوها، وكان كل واحد منهم عايز إنه يتزوجها. فطبيعة البشر عشان يتزوجون لازم يكون عندك شغلة أو فلوس بمعنى أصح. فكان قابيل مزارع وهابيل راعي للأغنام، يعني كل واحد عنده خير وصاروا جاهزين للزواج، وكان كل واحد فيهم عايز يتزوج نفس البنت، فصار في نوع مشدع على من يتزوج هذه البنت. فكل واحد يقول أنا أفضل منك، وأنا أقوى منك، وأنا أحسن منك، وهي ليه؟ والثاني يقول نفس الشيء. وفي يوم اشتد النقاش بينهم وقالوا خلاص احنا نروح لأبونا آدم، هو يحكم بيننا ويقول من يتزوج هذه البنت. ولما راحوا لآدم عليه السلام وقالوا له القصة كلها، قال آدم عليه السلام عندي ليكم فكرة، كل واحد فيكم يقدم قربان لله سبحانه وتعالى، واللي يتقبل الله سبحانه وتعالى قربانه هو اللي يتزوج هذه البنت. فاتفقوا ان كل واحد يجيب قربانه ويتقابلوا في جبل من الجبال، ويضعوا هذا القربان على صخرة، ولما تقابلوا إلا بهابيل جايب معاه كبش من أفضل ما عنده، لأن هابيل كان راعي للأغنام وقابيل كان مزارع زي ما ذكرت في أول القصة، وجاب قابيل من أقل أنواع زراعته وطلعها من غير طيبة نفس. وهنا بيكون اللغز، لأن إبليس كان لهم بالمرصاد، فوسوس ليه الشيطان إن لو قدم من أمواله أفضلها راح يخسر. المهم إنهم تقابلوا كل واحد قدم قربانه لله سبحانه وتعالى. هابيل ذبح ذبيحته وقابيل قدم حصاد زرعه على صخرة، وقعدوا منتظرين متى يتقبل الله سبحانه وتعالى قربان واحد منهم. وفجأة إلا بنار تخرج من السماء متوجهة إلى الأرض، إلا بالنار هذه تضرب كبش هابيل أمام أعين قابيل وهابيل، ويختفي هذا الكبش، وكأن النار أخذت هذا الكبش إلى السماء. وبكده عرفوا قابيل وهابيل بأن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل. فنظر قابيل إلى هابيل نظرة حقد، لأن هابيل كده هيتزوج البنت، وقال له قابيل لأقتلنك. قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل، إني أخاف الله رب العالمين. طبعا هابيل استعان بالله سبحانه وتعالى، وما كان يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وكان فرحان بقبول الله سبحانه وتعالى بقربانه. وبعد أيام كان هابيل يرعى بأغنامه، فتأخر ودخل عليه الليل، وبدأ آدم عليه السلام يقلق على ولده هابيل،
وقال آدم عليه السلام لقابيل: أين أخوه؟ فرد عليه وقال: يرعى بأغنام. فقال له آدم عليه السلام: روح ناديه لعله ضل الطريق أو نساه. ولما قال له آدم عليه السلام كده، ساعتها عرف قابيل إن هذه فرصة لقتله، لأن بكده محد يشك ولا حتى آدم عليه السلام. وأخذ قابيل معاه عصا وقيل حجر، وانطلق إلى هابيل، وهو في الطريق إلا بهابيل راجع بأغنامه للبيت. فأول ما شاف هابيل قال له: تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك ولا تتزوجها. فقال هابيل: قربت أطيب مالي، وقربت أنت أخبث مالك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. وهنا قابيل بدأ يغلي دمه، وخصوصا بعد هذه الكلمة. فشال قابيل هذه الحجرة وضربها في رأسه، فضربها في رأسه إلا وهابيل ساقط على الأرض، لكن هابيل ما مات. فصاح هابيل فيه وقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك الله بعملك؟ فشال الحجر مرة ثانية وضربها في رأس هابيل، وكانت هذه آخر أنفاس هابيل. والعجيب أن هابيل ما دافع عن نفسه، مع أنه كان أشد قوة، فمن تقوى هابيل على أخوه أن يقتله ما رفع حتى يده، وكان ينصحه في آخر أنفاسه. المهم هو مات وقعد قابيل ينظر في جثة هابيل، وجسد أخوه طايح على الأرض، وبدأ يستشعر قد إيه المصيبة اللي هو عملها. أنا قتلت أخوي، وبدأ يقلب في جثة أخوه وعايز يخفيها علشان آدم عليه السلام ما يعرف. وقعد على هذا الحال إلا بجسد طير يسقط على الأرض، فشافه قابيل إلا بطير آخر ينزل على جسد الطير الميت، ويحفر حفرة قدام عيون قابيل، ويدفن جسد الطير الثاني بالتراب. فالله سبحانه وتعالى بعث هذا الطير علشان يعلم قابيل إزاي يدفن أخوه، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فحس قابيل بأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ يطبق نفس فعل هذا الطير، وحفر حفرة ووضع جسد أخيه في هذه الحفرة ودفنه. وكانت هذه أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، حتى إن اسم كل جريمة تحصل في يومنا هذا على قابيل اسم من هذه الجريمة، وكانت بسبب مضاربة على فتاة، وقيل بأنها غيرة، بأن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. وقال: والله ما أمشي في الأرض وإن إخواني يعرفون بأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني. المهم إن علينا إحنا إن ما نديش بنظرة الناس اهتمام أكبر من اهتمامنا بالحلال والحرام، ورضى الله سبحانه وتعالى علينا، وإنك تتهاون بسبب أمر من أمور الدنيا، لأن الشيطان بيحب الأمور المبنية على مشاعر. أي شيء مبني على مشاعر الشيطان دايما ينفس فيه. فاجعل دائما أمرك مع الله ولله سبحانه وتعالى. وبكده يبقى انتهت قصة النهاردة. ولو انت كملت معايا لآخر الفيديو، ما تنساش الصلاة على حبيبك النبي، وتشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتعمل لايك للفيديو. سلام عليكم.